اهلا بيكم حبايبي طلبات الصف الرابع، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا ولاد هنكمل مع بعضينا المحافظات. احنا يعني حلينا 4 محافظات قبل كده. الفيديو ده هطول شويه عشان ليا فتره ما نزلتش محافظات، فهننزل حوالي 6 محافظات من المحافظه رقم 5 لحد المحافظه رقم 10 في كتاب الشيت. اول محافظه يا ولاد هناخدها النهارده اللي هي المحافظه الخامسه. اول سؤال بيقول choose the correct answer. Animals that become active at night. الحيوانات اللي بتبقى نشطة بالليل are called تسمى طبعا nocturnal. الحيوانات ليلية. فاهمين يا ولاد؟ أما دي diurnal دي يا ولاد اللي هي الحيوانات النهارية اللي بتبقى في النهار. اللي بعد 2 when the force acting on moving body. لما جسم بيؤثر على جسم بيتحرك. When the force لما قوة بتؤثر على جسم بتحرك، القوة دي increase بتزداد. Its speed will طبعا increase. يبقى لما القوة المؤثرة تزداد السرعة بتزداد. 3 push or pull الدفع والسحب. ها؟ are considered ده أنواع منين؟ أنواع من الفورس. في حاجة اسمها pushing force، في حاجة اسمها pulling force. يبقى البوش والبول ده أنواع منين؟ أنواع من الفورس. 4 the energy that stored in an object due to its position. الطاقة اللي بتخزن في الجسم نتيجة وضع معين تسمى طبعا تسمى ايه؟ potential طاقة الوضع. يبقى الطاقة المخزنة في الجسم لما ارفع جسم لفوق بيخزن طاقة اسمها ايه؟ اسمها طاقة وضع. اللي بعد classify the following into structural and behavioral. يعني صنف الحاجات اللي جاية دي الى structural او behavioral. في شيب ديفيد القدم اللي على شكل حرف الفي في البنسر كاملهم، ده حاجة ربنا خلقها فيها، يبقى ده ايه؟ structural. structural adaptation sending smelly message ارسال رساله ليها ريحه معينه من الاكاشا تري الى باقي الاشجار، دي تعتبر ايه؟ تكيف سلوكي. يبقى behavioral. اللي بعد true or false. اول سؤال whales can communicate with each other by using songs. الحيتان بتتواصل مع بعض عن طريق السونجز طبعا. وقلنا في فرق في الوينتر والسمر. في الوينتر السونجز بتبقى هاي بيتش، صوتها شارب رفيع او سوفت. اما في السمر اللي هو موسم الغذاء فيدنج سيزون، ده يعتبر ايه؟ بيبقى رف او لو بيتش. والوينتر كمان ما ننساش ان هو ميتنج سيزون، فصل التزاوج. 2 رقم 2 يا ولاد gravity is the force that pull object down toward the earth. الجاذبية قوة بتشد الأجسام نحو الأرض طبعا true. digestion process عملية الهضم begin in stomach. force begin in mouth بتبدأ بالماوس. كيلوغرام is the measuring unit of speed. الكيلوغرام وحدة قياس السرعة. false. الكيلوغرام تبع مين؟ تبع الماس. طب والسبيد؟ السبيد دي لها وحدتين قياس، لا اما متر بير سكند لا اما كيلو متر بير اور. اوعى تنسى عشان مهمة دي مين؟ السبيد. يبقى العبارة خاطئة، ان الكيلوغرام تبع الماس والسبيد وحدتها متر بير سكند او كيلو متر بير اور. cross out the odd word. اختار الكلمة الغريبة. بينجون فينيك فوكس بولار بير. فكر معايا، اكيد فينيك فوكس ده بيعيش في الديزرت، اما البينجوين بولار بير بيعيش فين؟ في الارتك ريجن، المناطق القطبية او الباردة. فاهمين يا اولاد؟ اوكي اللي بعده
رقم 3 complete the following using the words between brackets، يعني أكمل مستخدما هذه الكلمات. واحد، طبعا لازم نبقى فاهمين الكلمات دي معناها ايه. غلاس، زجاج، انرجي، طاقة، كار، سيت بيلت اللي هي حزام الأمان بتاع العربية، برين، مخ. نقط السيفتي اكويبمنت على طول، يبقى كار سيت بيلت، نكتب كده في رقم 1. 2، نقط كونسيدر اكزامبل اوف ترانسبيرنت ماتيريال، مواد شفاف، من ضمن الامثله المواد الشفافه الجلاس، نكتب هنا جلاس. 3، نقط از ان اورجان النيرفس سيستم، عضو في الجهاز العصبي، البرين. طبعا المفروض نكتب يا اولاد بس علشان ايه وقت الفيديو ما اطولش بس. نقط الابيليتي تو دو وورك اللي هي مين؟ انرجي. اخر سؤال في المحافظه يا حلوين، راي ساينتفك تيرم بودي ذات ابير لايتد ان ذا سكاي، جسم بيظهر منور في السماء ات نايت بالليل، بات ات از نوت كونسيدر، لا يعتبر سورس اوف لايت، لا يعتبر من مصادر الضوء. هنا بيتكلم على مين؟ المون. جسم بيظهر منور في السماء بالليل ولا يعتبر مصدر الضوء، يبقى المون. المحافظه اللي بعدين. المحافظة السادسة، أول سؤال تشوز، بول شارك قرش الصور كان ليف، بيعيش في الفريش ووتر ولا السولت ووتر ولا بص الاتنين؟ بيعيش في الاتنين اللي هي المية العذبة والمية المالحة. سبيد از ميجرمنت اوف هاو، السرعة ده قياس لكيفية something is moving، بنعرف من خلالها ها شيء معين بيتحرك بايه؟ بسرعه، فاست. اوكي، يبقى السبيد السرعه قياس لايه؟ لحركه الجسم بشكل سريع. 3، is behavioral adaptation in acacia tree very long root، جذر طويل، لا ده structural، sharp spines عشان تمنع الحيوانات انها تاكلها، ده برضه structural، production poison او producing the poison، افراز مادة السم، دي تعتبر ايه؟ behavioral. 4، ابول at the top، كرة عند قمة الهيل التل، ستور، هتخزن ايه؟ اكيد هتخزن potential energy. اللي بعده، انا يا ولاد حالة جيف ريزون وات هابن، عشان وقت الفيديو ما يطولش، ان انا هحل كذا محافظة النهاردة. جيف ريزون، ميرور كان ريفليكت ذا لايت بيتر ذان بينتد سيرفيس، المرايه بتعكس ضوء افضل من السطح المدهون، بيكوز ميرور از سموث اند شايني سيرفيس، لان المرايه سطح ناعم وسطح ايه؟ وسطح لامع. اللي بعد، باتس يوز ذير سينس اوف سميل، الباتس بتستخدم حاسه الشم تو افويد دينجر، تو افويد ايه يا ولاد؟ دينجر. طبعا فولس، مش بتستخدم حاسه ايه؟ الشم، البس مش بتعتمد على السمال. ايه اللي بعده؟ رقم 2، the brain is responsible for processing information، المخ المسؤول عن معالجة المعلومات أو فهم المعلومات، طبعا ترو. energy can be changed from one form to another، الطاقة يمكن أن تتحول من صورة لأخرى، تمام ترو. gravity force، قوة الجاذبية، is an upward pulling force، كل العبارة صح ما عدا كلمة upward، الجرافيتي مش upward، ده قوة سحب الجسم إلى أسفل downward، يبقى العبارة false. يلا مع بعض اللي بعده يا ولاد، رقم بي، write the function of the teeth، اكتب فايدة الأسنان، الأسنان بتعمل إيه؟ بتطحن الأكل أثناء البلع، يبقى دي crush food during chewing، فاهمين يا ولاد؟ اللي بعده، اختار من بي ما يناسب إيه؟ its body is covered with thick fur، مين اللي جسمه في دول مغطى بفرو سميك؟ بولار بير. 2، it makes the food soft، مين بيخلي الطعام لين او رطب؟ سلايفا، اللعاب اللي في الفم. human need energy from، الانسان بيحتاج طاقه من طبعا الفود. has bowl shaped face، مين اللي عنده شكل طبق، اسف، وجه يشبه الطبق طبعا
الأول البومة، أوكي. اللي بعد what happened، ماذا يحدث؟ speed of car increase، يحصل إيه لما سرعة، يحصل إيه لو سرعة العربية زادت بالنسبة للكينيتيك إنرجي؟ طبعا الكينيتيك بتعتمد على الماس والسبيد، فلما السبيد تزيد الكينيتيك تزيد، يبقى كينيتيك إنرجي will increase. المحافظة السابعة، it shows the correct answer، the potential energy of an object depend on، طاقة الوضع بتاعت الجسم تعتمد على، بتعتمد على ايه؟ ها الماس والهايت في الرجال. اتنين is considered as behavioral adaptation in panther chameleon، مين من اللي جاي ده يعتبر تكيف سلوكي؟ puffing up its body، هي دي puffing up، تنفخ جسمها اثناء الخطر عشان تخوف البريدتور او العدو بتاعها. لكن طبعا حركة عينيها بشكل مستقل ده يعتبر structural، في shaped feet structural، long sticky tongue لسان الطويل اللاصق ده يعتبر structural. ثلاثة from the structural adaptation of water lily plant، من ضمن التكيف التركيبي لنبات الووتر ليلي زنبق الماء. طبعا ده بيعيش في الفريش ووتر، والتكيف التركيبي بقى عنده ايه؟ وايد ليفز، ورق واسع، ها تو ابزورب لارج اماونت اوف سان لايت، عشان تمتص كميه كبيره من ضوء الشمس. أربعة all the following are example of motion، كل اللي جاي ده من امثله الحركه ما عدا running person، شخص بيجري لا بيتحرك، ball traveling through the air، كره بتتحرك خلال الهواء حركه، flying bird طائر بيطير حركه، sleeping dog كلب نايم ده يعتبر ايه؟ مش حركة خالص، في حالة اسمها اتريست، حالة سكون. بي رايت ساينتيفيك ترم، اكتب المصطلح العلمي، the organ responsible for processing information، عضو مسؤول عن معالجة المعلومات، transmitted to it تنتقل اليها. اول ما يقول لي processing information يبقى بيتكلم على مين؟ برين، المخ هو العضو المسؤول عن معالجة المعلومات. فاهمين يا أولاد؟ اللي بعده correct the underline، the balanced force القوة المتزنة بتسبب ان الجسم يتحرك. لا لو متزنة زي لعبة شد الحبل كده الاتنين قد بعض الحبل مش هيتحرك، هما القوة ايه اللي بتسبب حركة الجسم؟ unbalanced. اللي بعده when you turn on radio، لما تشغل راديو the electric energy change into light، الطاقة الكهربائية تحول إلى طاقة ضوئية، لا إلى sound. moon is considered as a source of light، مين يعتبر مصدر للضوء؟ القمر، لا sun أو الفاير أو الإلكتريك لامب أو الكاندل. أربعة systems that break down food، سيستم جهاز بيطحن الاكل، بيهضم الطعام الى سيمبلر فورم. طبعا هنا بتكلم على مين؟ هنا كاتب ريسبيراتوري سيستم، جهاز التنفسي، لا دايجستيف، والسيستم مكتوبه. جيف ريزون كابوك تري هاز هاند شيبد ليفز، الكابوك تري شجر الكابوك اللي في الامازون عندها اوراق تشبه اليد. ليه؟ to allow wind to move through leaves، حتى تسمح للهواء انه يتحرك خلال الاوراق without tearing، من غير ما تتقطع. الورقه بيبقى شكلها عامل كده، عامله زي اليد كده، فاكرين يا اولاد الرسمه بتاعتها؟ عشان الهواء يدخل هنا وما يقطعهاش. اللي بعد true or false، digestion process begin in stomach، غلط، عمليه الهضم بتبدا فين؟ في الماوس. speaking writing are way to communicate with people، ال speaking والwriting من ضمن التواصل في مع الناس. طبعا true hitting tennis ball، hitting tennis ball
لما نضرب تنس كرة تنس، نيد كرة تنس لما نضربها دي بتحتاج بولينج فورس، أبدا بتحتاج بوشينج فورس. The bus that covers 6 كيلومتر in 1 hour، الأتوبيس قطع 60 كيلومتر في الساعة، يبقى سرعته 60 متر بير سكند، فولس، سرعته 60 كيلومتر بير اور. فاهمين يا ولاد؟ اوكي، ايه اللي بعده؟ اللي بعده كروس ذا اولد وورد، اختار الكلمة الغريبة. eyes nose skin taste، يلا نختار ايه؟ تيست، تيست دي حاسة، لكن الايس والنوز والسكين تعتبر organs، اعضاء. اللي بعد، يلا قربنا نخلصه. محافظة التام، اوعى تزهق عشان انا ليا فترة محلتش معاكم، فمعلاش نحل اكبر قدر ممكن النهاردة، والفيديو القادم هخلص المحافظات كلها، والمحافظات دي مهمة جدا جدا، بيجي منها نفس الافكار بالظبط. choose the correct answer، not pass the food from pharynx to stomach، مين اللي بينقل الطعام من البلعوم الى المعدة المرية اللي هي الانبوبة الطويلة esophagus. paper and wood، الورق والخشب يعتبروا نقط material opaque، مواد معتمة مش transparent ولا liquid ولا gaseous. penguins feed have blood vessels that bring، القدم بتاع البينجوين عنده أوعية دموية بيحمل نقط from up to this feed، من فوق لتحت، يبقى بيحمل هواء ايه؟ آسف، بيحمل ايه؟ بيحمل دم دافئ، بيعمل دم دافئ، لأن الجسم فوق بيبقى مغطى بإيه؟ سيكلير فات ودينس فيزر، فبيبقى جسمه من فوق دافئ، فالدم اللي جاي من فوق بيبقى إيه؟ بيبقى دافئ، وورم بلاد. أربعة، بروديوس هاي بيتش ساوند ديورنج وينتر، شرحناها، مين اللي بينتج أصوات عالية الدرجة؟ هاي بيتش يعني شارب، يعني سوفت، صوت رقيق، صوت حاد، صوت رفيع في الوينتر، ده مين؟ طبعا الهامبك، هامبك ويلز، الحوت الأحدى. اللي بعد، كروس ذا اولد وورد، اختار الكلمة الغريبة. نوز تريكا ستومك لانج، ها فكر معايا، طبعا ستومك، ليه يا مستر؟ السمك تبع الدايجستيف، الباقي كله تبع ريسبيراتوري سيستم. اللي بعد، اختار من بي ما يناسب ايه؟ ووتر ليلي، زنبق الماء، بيعيش في الفريش ووتر. بي، كابوك تري، بيعيش في الامازون. سي، كلام سهل جدا. باين تري، ده بيعيش في السنو، اتثبتت الموطن بتاعه سنو. مانجروف تري، بيعيش في السولت ووتر وعنده سترونج روتس عشان ريزيست ذا ووتر ويفز، فاكرين؟ يبقى مانجروف تري اي. اللي بعد، رايت ذا ساينتفك تيرم، انت سند سميلي مسج، نمل بيبعت رسائل ليها ريحه، تو اليرت عشان تنبه النمل الاخر، وير تو فايند ذا فود، اين يجد الطعام، ها علشان ينبه نمل، بيبعت رسائل لنمل تاني عشان يقول لهم مكان الاكل فين. هنا بيتكلم على مين؟ سكاوت انت، سكاوت ايه؟ انت النمل اللي هو يا اولاد نمل الكشاف. ترو اور فولس، اول سؤال في ترو اور فولس يا اولاد، ان الكتريك فان في المروحه الكهربائيه، الكتريك انرجي تشينج انتو كاينيتك، تمام، الطاقه الكهربائيه بتتحول لطاقه حركيه. ذا فينك فوكس هاز شورت اير، الارتك فوكس ده عنده لونج ايرز، ده يبقى فولس. بوتنشال انرجي از انرجي اوف موفينج بودي، البوتنشال هي طاقه حركه جسم متحرك، فولس، ده الكاينيتك. لا ترافل ان ستريت لاين، الضوء بيمشي في خطوط مستقيمه، مظبوط. جفريزون، اذكر السبب. ذا بادي اوف كاميليون كفرد ويز
colored skin، جسم الكاميليون الحرباء النمر مغطى بحراشيف ملونة. to hide between green leaves، عشان تستخبى بين الأوراق الخضراء and the colorful flowers، والأزهار الملونة. يبقى to hide between بتعمل كاموفلاج، to hide between green leaves and the colorful flowers. اللي بعده، المحافظة التاسعة، complete the following باستخدام هذه الكلمات: acacia tree، شجر الأكاشا، oxygen، mouse farm، sound، صوت، an electric bell، في الجرس الكهربي، electric engine change into، طبعا sound، digestion food، هضم الطعام بيبدأ فين؟ في الماوس، fish breathe، السمك بيتنفس نقط أكسجين، طبعا نقط جاز، طبعا أكسجين، طبعا عن طريق ايه؟ عن طريق الجلد. نقط هاز تابروت، مين اللي عنده جزر وتدي عميق للبحث عن الماء؟ الأكاشا، أكاشا تري، طبعا الجزر ده بيوصل طوله حوالي 35 متر. تو سيرش ايه؟ سيرش فور ووتر. جيف ريزون، وود از كونسيدر از ان اوبيك، الخشب يعتبر مادة محتمة because it doesn't allow light to pass through it، لأن الخشب لا يسمح بنفاذ الضوء خلاله. اللي بعده، true or false، when car crashes into a wall، لما العربية بتصطدم بحائط، ها it will not stop، مش هتقف، غلط، بتقف، إن بتنقل الطاقة كلها للحائط. we eat food to obtain energy، طبعا بناكل عشان نحصل على الطاقة. amphibian، البرمائيات اللي بتعيش في البر والماء، بتشمل include frog salamander، طبعا true. black bears، الدب الأسود، have dark fear، عنده فرو غامق، to hide among tree، طبعا عشان ده بيعيش في الفورست، مظبوط. يبقى البلاك بيرز عنده دارك فير، فرو غامق، تو هايد امانج تري. اللي بعده، كروس ذا اود وورد، اختار الكلمة الغريبة. تيست سميل يينينج ايز، نختار ايز، ايز دي عضو والباقي كله ايه؟ الباقي كله سنس، حواس، ده اورجن. اللي بعد، choose، اختار الإجابة الصحيحة. when an object move down a ramp، لما جسم يتحرك إلى أسفل الرامب اللي هو التل ده، ها it's stored potential energy، طاقة الوضع المخزنة اللي فيه. increase، لا decrease، doesn't change، لا بتتغير، it changes to less active، تتحول لطاقة أقل، طاقة أقل نشاطا، لا it changes to more active اللي هي الكينيتيك، طاقة more active، اوكي. اتنين، form of energy that can be seen، شكل من أشكال الطاقة يمكن أن ترى، الطاقة الوحيدة اللي بنشوفها ايه؟ light. اللي بعد، which of the following can turn its head in all directions، السؤال ده جميل وبيجي كتير، أني كائن من اللي جاي ده ممكن يلف راسه في جميع الاتجاهات؟ أول البومة. هو إن أوبجكت إز إن موشن، لما الجسم يبقى في حالة حركة، this means that، ده معناه it's not a change، it's إيه؟ it's a position، ده معناه إن مكانه بيتغير. اللي بعد، رايز ذا ساينتفك تيرم، ذا ابيليتي تو دو ورك، القدرة على بذل شغل، مفيش اللي هي انرجي، الطاقة هي القدرة على بذل شغل. اللي بعده، المحافظة الأخيرة، رقم 10، تشوز ذا كوريكت انسر، ذا بادي اوف ارتيك فوكس، جسم ثعلب القطبي، covered with، مغطى بإيه؟ سكفير، دا
تبقاش في التلج، لازم اوفره سميك to keep the body warm. ability to do work لسه قايلنا energy. fish press oxygen dissolve in water، السمكه بتتنفس اكسجين ازاي في الماء؟ عن طريق الجيلز، خياشيم. وده يعتبر طبعا structural adaptation. أربعة، by increasing the speed، كلما زادت سرعة الجسم المتحرك kinetic energy will increase، بتزداد، لأن الكينيتيك energy depend on mass and speed، فلما الماس تزيد كينيتيك تزيد، speed تزيد الكينيتيك تزيد. اللي بعده، what is the importance، اذكر أهمية الشارب spines، الأشواك الحادة اللي في النباتات الصحراوية. زي اللي هي شارب سباينز بريفنت انيمال فروم ايتينج ذير ليفز، بتمنع الحيوانات انها تاكل الاوراق بتاعتها. يبقى الشارب سباينز فائدتها ايه؟ بريفنت انيمال فروم ايتينج ذير ليفز، بتمنع الحيوانات انها تاكل ايه؟ الورق بتاعها. ترو اور فولس، بص هيومن اند انيمال نيد لايت تو سي، كل من الانسان والحيوان محتاج ضوء عشان يشوف. تمام. Respiratory system is a system responsible for entering air to the body. الجهاز التنفسي هو الجهاز المسؤول عن دخول الهواء الجسم. True. اللي بعد. Speed is a physical quantity measured by kilogram. False. Speed لا تقاس بالكيلوغرام، بتقاس بالمتر بير سكند أو بالكيلومتر بير أور. أما الكيلوغرام تبع الماس. Object fall down to the earth، الأجسام تسقط إلى الأرض due to the friction. False. Due to the gravity. مش friction أبدا. اللي بعده، In your opinion، في رأيك، which of the following has sick fur، مين من اللي جاي ده عنده فرو سميك and why؟ dog، كلاب بتعيش في الطقس البارد ولا في الطقس الحار؟ طبعا dogs live in cold weather، هي دي الإجابة. الكلاب اللي تعيش في الطقس البارد هي اللي عندها ها thick fur. ليه؟ to keep its body warm، حتى تحافظ على دفء الجسم. اللي بعده، complete the following، eyes send message to، الأيز العينين تبعت رسالة، not through nerves، كل أعضاء الحواس بتبعت رسالة لمين؟ للبرين عشان يترجم المعلومات خلال الأعصاب. يبقى الـ eyes send message to brain. The energy which is stored in a pole، الطاقة اللي بتخزن في الكرة at the top of the hill، عند قمة التل، is نقط، أنا كنت هكتب potential، لقيت كلمة potential مكتوبة، يبقى الإجابة إيه؟ تل كبير، كرة واقفة هنا كده، هنا مش الأرض عايزة تشدها لتحت؟ صح؟ يبقى عندها طاقة وضع، بس اسمها طاقة وضع جاذبية، gravitational potential energy. لأن الجرافيتيشنال من ضمن البوتنشال هي ومين؟ ها؟ هي والكيميكال. برافو عليكم. The force that causes falling object toward the earth، القوة اللي بتسبب حركة الأجسام نحو الأرض، is gravity، قوة الجاذبية. When fuel run out، لما الوقود run out يستهلك يخلص، لما بنزين العربية يخلص. The car decreases its speed، سرعة العربية بتقل due to نتيجة ايه؟ عربية ماشية وقودها خلص، تفضل ماشية على طول ولا تفضل تقل تقل لحد ما تقف؟ ليه؟ بسبب وجود حاجة اسمها، قول معايا، قول يا دكتورة، very good، friction. فريكشن فورس. اخر سؤال، واوعى تكونوا زهقتوا منه النهارده، فاضل 5 محافظات هنخلصهم الفيديو القادم في اقرب وقت ان شاء الله، ويبقى كده كل المحافظات اللي في الشيت خلصت. جيف ريزون، اذكر السبب. بات كانت سي ات نايت بات ات كان هانت ذا براي، الخفافيش مش بتشوف بالليل بس ممكن تصطاد الفريسة، لانها بتعتمد على الايكولوكيشن. بيكوز باتس ديبند اون ايكولوكيشن، تاني، لان الخفافيش بتعتمد على تحديد المكان بالصدى. because bats depend on
ايكو لوكيشن. اتمنى ان انت تكون استفدتوا وفهمتوا كويس، يكون الفيديو ده عجبكم. ربنا معاكم يا حلوين، وربنا يوفقكم تنجحوا ان شاء الله وتجيبوا احلى الدرجات وتفرحوا بابا وماما بيكم ان شاء الله. ربنا معاكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.